مطرودون من أرضهم يا إخواني. ثم يحدثوننا عن القانون الدولي والضمير والأخلاق والإنسانية. لقد أدركت شعوب الجنوب أيها الإخوة حين استيقظت ذاكراتها من زهاء 60 أو 70 سنة وأخذت رمزية واضحة سافرة في مؤتمر باندونغ بإندونيسيا في 1955. حين استيقظت وانتعشت هذه الذاكرات أيها الإخوة رأت نفسها مسوقة أن تنظر إلى هذا الغرب أيها الإخوة نظرة باشمئزاز لأنه مصاب بالفصام، لا يفتأ يلقننا دروسا في الأخلاق وحقوق الإنسان والقانون الدولي على مدار 24 ساعة. ثم في كل ما يتعلق بنا كمظلومين مضطهدين مستعمرين محتلين مطرودين أيها الإخوة يتنكر لكل شيء وكأنه لا يرى وكأنه لا يسمع، بل يهدد الضحية. شفنا وزير الخارجية الأمريكي يقدم مبادرات على كيفه، يفصلها على كيفه ثم يهدد إن لم تقبلوها وتيرة الحرب ستصبح أشرس، بمعنى سنعطي ضوءا أخضر أكبر لإسرائيل أن تذبح أعدادا أعلى. ما هذا؟ ما هذا؟ أين الضمير؟ أين الإنسانية؟ لكن صدقوني